اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مع بدايه الاسبوع طبعا متفقين ان بتكون فقره تدريبيه تعليميه لهواه المطبخ والمبتدئين كمان. يعني نقول الف باء مطبخ مش قوي كده، يعني احنا شطار على فكره حتى لو دخلنا المطبخ في كل اوقاته. معانا النهارده البيتزا، هنعملها بفكر جديد في الطاسه ازاي، والعجينه هتبقى مختلفه. متعودين على البيتزا في مقاديرها بيكون في خميره، مش هتدخل خميره النهارده، هتكون المفاجاه هنعمل عجينه البيتزا ازاي. معانا التشيكن تندر اللي بناكلها ببعض المطاعم بتبقى كريسبي، يقول لك عايز معاها صوصات ايه، عايز بطاطس، عايزها كومبو مش كومبو، الجو اللي احنا عارفينه بتاع المطاعم ده بلاش منه. انا هخليكي تعملها في البيت تبقى كريسبي، وتعملها سبايسي او مش سبايسي حسب رغبه ولادك وزوجك اهم حاجه. معانا كمان البسطرمه، متعودين على طبق البيض بالبسطرمه بيكون فطار الصبح. النهارده هنعمل عجينه الطعميه، معانا مع بعض العجينه جاهزه، ولكن هنعمل الطعميه محشيه بسطرمه بفكر الشيف المغازي للمبتدئين في المطبخ، ولكن من غير ما نحمرها في الزيت. حلقه مهمه جدا، فقره تعليميه تدريبيه لهواه المطبخ، ما زلت بكرر وده عنوان الحلقه. عايز حضراتكم، عندنا بنوته حلوه، عندنا الشباب الحلوين اللي قاعدين في البيت النهارده، بنحب نتابع المطبخ، بنحب نخش المطبخ. هنبدا مع بدايه الاسبوع ان شاء الله نعرف ازاي نخش المطبخ، وزي ما قالت الست ام كلثوم واثق الخطوات يمشي ملكا حتى ولو في المطبخ. اطرحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. تعالوا مع بعض مع مخرج شاطر وفرسان التلفزيون المصري من الاساتذه المصورين، هنستعرض ايه المشتريات بتاعتنا. وانا بتعمد في الموضوع ده علشان في مثل يقول لك يعني انا ما عنديش حاجه في الثلاجه، طب جيب لي هات ونكتب ليست قد كده، والجو اللي احنا عارفينه ده كده، وفي الاخر ما بنعرفش نقعد على السفره. معايا صدور من الفراخ، صدر تقريبا وزنه تقريبا بيعمل كيلو الا ربع. معانا صوص البيتزا اللي هي صلصه البيتزا، عباره عن طماطم متعتقه على النار او متسبكه مع بصل او تومه، وده موجود عندنا مش موجود نستخدم الكاتشب، انا بتكلم للمبتدئين في المطبخ. معانا البصل البودر والتوم البودر، ويوميا معانا البيض بتاعنا والتوم والبصل والخضره بتاعتنا المتقطعه، طماطم وفلفل وزيتون شرايح، جبنه موزاريلا. اما الجديد النهارده معانا بسطرمة، شلنا الغلاف الخارجي بتاعها اللي فيه حلبه وفيه توم وبتدي ريحه مش لطيفه. معانا البسطرمه خليناها من الخلطه بتاعتها، ومعانا عجينه الطعميه هشرح ازاي بتتعمل، ومن البيت تقريبا اربع بيضات. هي ده كل المقادير بتاعتنا على فكره، ولكن هنعمل منيو في القمه طبعا، القيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا، والسعرات الحراريه بتناسب كل افراد الاسره، ياكل الاكل ده صغير وكبير من افراد الاسره. هنبدا فريق العمل بتاعنا الجميل مقادير التشيكن تندر، بنشتريها من بعض المطاعم. مقاديرها طبعا لازم تكون في الاعتبار، نشوف نعملها مع بعض ازاي، ونعملها سبايسي او نعملها زي ما احنا حابين. معانا صدور فراخ، بصل بودر وتوم بودر، ومعانا بيضتين ومعلقتين من الدقيق، ومعانا رقائق الذره المقروشه او المهروسه او الناعمه، والبقسماط. هي دي المقادير البسيطه. تعالوا نشوف ازاي نتبلها الاول ونجهزها مع بعض واحنا شغالين كده واحده واحده. شيف مغازة أنا بعملها في البيت للأولاد، ولكن الخلطة بتفك، وخاصة للمبتدئين في المطبخ. تعالوا نشوفوا نعملها إزاي مع بعض، وهخلي الخلطة تمسك في الفراخ لغاية لما نقليها وناكلها كمان. بنجيب صدر الفرخة ده كده بسكينة حامية، اللهم صل على النبي، وإحنا عارفين شكلها في بعض المطاعم. أول حاجة بشيل الموزة اللي هنا دي كده، دي لوحدها كده قطعة اهي زي الفل، وفي موزة كمان هنا، دي بتبقى ناعمة كده ولطيفة وحلوة، يا نعم زي الفل تمام. نوسع الدنيا كده شوية، حلو، ونمسك صدر الفرخة نقطعه بالشكل ده كده اهو. ده يعمل معانا كتير على فكرة، يقول لك بقى 5 ولا 15 وعندهم عرض والجو اللي احنا عارفينه. وليه؟ معانا شيف شاطر، خصصنا يوم السبت من كل اسبوع للمبتدئين في المطبخ، يوم الحد من كل اسبوع بيكون الاكل بتاعنا صحي هيلثي بقدر الامكان. بنبحث مع بعض مقادير الاكله والماتيريال مكونات الاكله، وبنبدا نهرب من الماده الدهنيه اللي موجوده في الاكله، وبنعملها بقدر الامكان بنسبه تقريبا
60% بتبقى هيلسي بتناسب كل الأعمار. يوم الاثنين من كل أسبوع ما يطلبه المشاهدون على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وكل اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا. يوم الثلاث من كل أسبوع بيكون الأكل بتاعنا من كل المطابخ، صيني، طلياني، مكسيكي، ياباني، خليجي، عربي، زي ما حضراتكم بتحب. يوم الأربع من كل أسبوع بنخش على يوم المغازي سمك. قطعت الفراخ بالشكل ده كده، تعالوا نتبلها كده مع بعض علشان نسيبها في التتبيلة تقريبا 10 دقايق واحنا مع بعض. ايه الخلطة يا عم الشيف؟ من الحليب نص كوب. بنبني الهرم الغذائي هنا. الأنسجة بتاعت الفراخ هتشرب حليب. زبادي؟ لا، ما ينفعش الزبادي خالص، حليب. بنحط على الحليب ده شوية ملح وشوية فلفل. حلو الكلام؟ وفص ثوم صغير. ما نحطش ليمون عشان ما يقلبش معانا الجبنة، خلي بالك. الحاجات دي مهمة جدا. ملح وفلفل. ادي الفلفل وادي الملح. زود ملح كده، وخلي بالك انت حطيت ملح هنا ما تحطش ملح تاني في المقادير. نقلب الخلطة دي كده. وننقع الفراخ في الخلطة دي شوية. ممكن تعمليها وراحة شغل مثلا او عندك مشوار، حطها في التلاجة. ارجعي شيليها من الخلطة دي وكملي معايا. ادي الفراخ تتحط هنا كده. هتقولي لي في المطاعم بيعملوها كده؟ الله اعلم. انا بقول لك على الطريقة الصح الحلوة اللي في الاخر هتدينا نتيجة ان الفراخ دي هتبقى كريسبي لطيفة، نسمع صوتها واحنا بناكلها، وخاصة للمبتدئين في المطبخ. انا عارف ان انتوا شطار وتعملوها احسن مني. نحطها في التتبيلة دي يا عم الشيف، يعني نقول نص ساعة ماشي، لونها هيتغير شوية. شفت البياض والجمال؟ بس زي الفل. ونخليها كده ونخش على اللي بعده واحدة واحدة مع بعض. معانا في المقادير طبعا بصل بودر وتوم بودر ورقائق الذرة مطحونة، ومعانا بقسماط ناعم. بنحط الاتنين على بعض بالشكل ده كده، وعليهم التوم البودر والبصل البودر. حلو الكلام. ونحط الفليفر اللي احنا حابينه، زعتر، ملح، فلفل، بابريكا، شوية كاري حسب الرغبة. ده كله مع الخلطة ديت وانا شغال. ادي الفلفل، الملح قليل جدا لان انا حاطط ملح في التتبيلة، شوية كاري، والكاري مفيد جدا وقيمته الغذائية عالية جدا، بينشط الكبد، بينقي الكبد من السموم. كل ده على الخلطة. حلو قوي. لسه ما خلصتش. شوية زعتر محترمين. نعم يا غالي، عينيا. معانا الخلطه بتاعتنا بقسماط، رقائق الذره الهشه، كل ده مع بعض، ومع زعتر، بابريكا، كاري في الخلطه بتاعتي علشان ادي الفليفر الحلو اللي احنا حابينه. طب تبقى كريسبي ازاي يا مغازي؟ احنا مع بعض خطوه خطوه. تعالوا نعمل الخلطه بتاعتنا اللي هتطلع من هنا تخش على البقسماط. معانا في المقادير 2 بيضة. حلوه. بنحط عليهم شويه حليب. وطالما حليب وبيض مش هنحط فانيليا، احنا مش بنعمل كيكه. هنحط شويه ملح وشويه فلفل اسود علشان الزفاره بتاعه البيض. هناخد الفراخ بتاعتنا من الخلطه دي زي الفل، بنحطها في البيض كده. ايه الجمال والحلاوه دي؟ طبعا هي الفراخ كده خدت الفليفر والطعم، اتغذت بشويه حليب كامل الدسم، قليل الدسم مش مشكله، اهم حاجه تحط ملح وفلفل. يطلع الفراخ من قلب البيض. بالشكل ده كده. ونحطها في قلب الخلطه. اللهم صل على النبي. طبعا البقسماط ده عليه بصل بودر، توم بودر، الفليفر بتاعنا زعتر، انا حاطط معلقه كركم او كاري، الملح يكون قليل لان الفراخ منقوعه في الملح مع حليب. وخلي بالك التكنيك اللي انا شغال ده بيه لازم حضرتك برضو تكون في المطبخ بنفس الطريقه، ما تحطيش ايدك في البقسماط وترجع تحطها في البيض. خد الفراخ رصها كده قدام عينك في قلب الخلطه وشيلي كل ده واحده واحده مع بعض. عشان ما تبقاش ايدك كلها بقسماط، وانا مش بحب الجو الكلكعه ده اللي هو ايه، تبقى ايديا كلها بقسماط ومش عارفه اشتغل. اخد الزيت اخلي مكانه هنا كده ونحمر مع بعض واحنا شغالين.
زي الفل. نعم يا غالي، هطلع لك دي الطعميه حالا دلوقتي. عايز اشوف الطعميه هتطلع من قوالب الكب كيك ولا لا. معايا مخرج شاطر، شفت الخلطه دي؟ اهو قلبت التقليبه دي يا عم الشيف، والزيت سخن عندنا، سخن منك الزيت غصب عنك. بتحمري لحوم او فراخ، بتحطي سلايز من الليمون او البرتقال او بصلايه، بتحمري جمبري حطي ليمون عشان ريحه الجمبري والسمك، بتحمري حلويات حطي ليمون او برتقال. نضغط كده الضغطه الحلوه دي كده، اهو عينيا اهو. على فين؟ على فين؟ في قلب الزيت. واللي بعده اه نفس الطريقه اه. شفت التكنيك اللي انا شغال بيه؟ اه. وهتلاقيها مستويه وعلى مسؤوليتي. اه تاني اه اه حاط عينيا اه. صدر فرخه هي ما فيش، ما تتعداش ال 20 جرام. اه انزل في الزيت. الله عليك. اه اه يلا، اللهم صل على النبي. اه اه في قلب الزيت. يلا حمر لنا كميه بقى، احنا ورانا حاجه، الجيران والحبايب، وخلي بنوتك تعزم صحابها، وافتخري بها كده وانت ايه بتقدمي لهم الاكل. اللي عامل الاكل النهارده البنوته الحلوه دي مثلا سعاد او اماني او منى هبه، عشان ما حدش يزعل من الاسماء اللي بقولها، وهكذا. حلو الكلام. اللي عامل الاكل النهارده ده الشاب الحلو ده كده، احمد ابراهيم محمود، زي الفل تمام اهو. تحمير شغال. الفراخ اخبارها ايه؟ بتناديني. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال؟ اه 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 اه. نجيب الفراخ وهي في الزيت ولا نطلعها على الطبق؟ يلا نطلعها على الطبق بسرعه عشان نختم، وقتنا خلاص خلص والناس تزعل مننا. اه دايما يقول لك الشيف المغازي بيجي على الوقت. اه اه يلا. منديل مطبخ، اساتذه المصورين حبايبي. ايه الجمال والحلاوه دي؟ كريسبي اه، سبايسي زي ما انت حابه. طب نعملها سبايسي ازاي يا عم الشيف؟ بنحط مع الخلطه بابريكا زياده او شطه حسب ما احنا حابين. اه اه الف هنا وشفا. شيل الزيت من النار قبل ولادك ما يخشوا المطبخ. فقره تدريبيه تعليميه مع بدايه اسبوع سعاده وهنا لكل اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. رؤيه فن ابداع، بنشوفه منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.